أساسيا لتحقيق الاستدامة. ولمزيد من المتابعة يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو الدكتور سعد جاسم، مدير أبحاث معهد قطر لبحوث البيئة. دكتور، بداية نرحب فيك، يعني لو تحدثنا عن الأهمية التي يمثلها انعقاد مؤتمر استدامة المياه في الدوحة اليوم. شكرا أخي لهذه الاستضافة. هذا طبعا المؤتمر يبين الاهتمام الشديد لدولة قطر بهذا الموضوع، واهتمام الهيئات العلمية مثل منظمة قطر لبحوث البيئة والطاقة ومعهد المعهد اللي يقوم بأبحاث في هذا الموضوع، لأنه قضية استدامة المياه في قطر تعتبر قضية مهمة للأجيال القادمة، وهذا دليل على أنه لعمل هذا المؤتمر واستضافة شركات اللي تعمل في المشاريع الإنشائية ولدراسة الموضوع وبحث كيف أنه نعالج كميات المياه اللي تستعمل، وكيف أنه نقدر أنه نقلل من هذه المياه اللي تستعمل في هذه المشاريع. طيب دكتور، يعني الأمن المائي إحدى أكبر التحديات خاصة في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، يعني ما هي الحلول المتاحة أو حلول التقنية المتاحة للتعامل مع هذه المشكلة؟ في كثير من الحلول، وكلها لازم تصب في قضية واحدة، وهي أنه كيف ننظر إلى القضية على مدى استراتيجي وليس على قضية لفترة قصيرة. كمثال، ترشيد المياه، استعمال المياه، كهرباء حاليا تقوم بمشروع كبير لترشيد المياه، وهذه قضية من ناحية التعليمية أنه لازم احنا كل الأجيال نتكلم معهم على الموضوع، وكذلك احنا نسوي دراسات لإعادة كيفية إعادة استعمال المياه، مياه الصرف، مياه الصناعية، الزراعية. ليش؟ لأن هذه كمية المياه تعتبر كميات هائلة، واستعمالها راح يقلل من الضغط على المياه التحلية اللي تستعمل في هذه، فراح توفر لنا مياه كثيرة للمستقبل وتقلل من احتمالية أنه لازم نوسع نعمل معامل إضافية. طيب، في ظل يعني الطفرة العقارية وأيضا طفرة المشاريع اللي قاعدة تشهدها الدولة، يعني تتطلب هذه المشاريع وهذه العقارات مزيد من المياه، ما هي الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا الموضوع؟ أرجع أذكر أنه قضية إعادة استعمال المياه هذه راح توفر لنا، يعني مثلا اليوم الحديث كان عن المشاريع الإنشائية، المياه إعادة تصفيتها أحد الشركات تحدثت أنه كمية قليلة جدا من المياه إعادة تصفيتها لإعادة الاستعمال. احنا لازم ناكد على هذه، واحنا في وقتها لما تحدثنا في المؤتمر ذكرنا انه احنا مستعدين كمعهد ابحاث البيئه والطاقه في قطر انه نعمل من اجل مع هذه الشركات حتى نطور هذه العمليات اللي يعملوها في التصفيه لاعاده استعمال المياه، واحنا حاليا في بدنا نعمل دراسات لإعادة استعمال المياه الصرف وإعادة استعمال المياه المستعملة في قضايا النفط، هذه لتوفير كمية أكبر من المياه لإعادة استعمالها وتوفير المياه للجيل المستقبل. الدكتور سعد جاسم، مدير أبحاث معهد قطر لبحوث البيئة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا مشاهدينا.